إذن مشاهدينا نشاهد لقطات مباشرة من المكلا لوصول قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، وشاهدنا أيضا وجود عمرو البيض عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ووجود أيضا فادي باعوم المنضم مؤخرا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدد من القيادات وعدد من أيضا الوزراء في حكومة المناصفة، منهم وزير الزراعة سالم السقطري وأيضا وزراء آخرين وعدد من القيادات الجنوبية وأيضا عدد من القيادات العسكرية الجنوبية التي تصل تباعا للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي التي من المنتظر أن تبدأ خلال لحظات في مدينة المكلا. نحن نشاهد الآن لقطات مباشرة من هناك.